عزفوا لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. مشاهدينا الأعزاء، لو سهل بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى جديدة من زدني علما نأنسوكم فيها وتأنسونا جميعا بمشاركتكم بمشاهدتكم وخاصة بتواصلكم معنا عن طريق الفيسبوك لزدني علما وإلا عن طريق البريد الإلكتروني وإلا عن طريق التليفون. تجبوا تكونوا حاضرين معنا في هذا البث المباشر من زدني علما عن طريق الرقم 74 621 607. خليكم مباشرة معنا باش تشاركوا معنا في مواضيع اللي نحاولوا أن ننوع فيها ومن حين لآخر نستجيب لأفق انتظار المتلقي من خلال مقترحاته ولا من خلال أفق انتظاره من حلقة إلى أخرى. فما برشا تجاوب معكم أنتم في الحلقات اللي لاحظناه في الحلقات الماضية من زدني علما أو من مواضيع أخرى تقترحوها تكون على صلة بالواقع وقريبة إلى شواغلكم وقريبة إلى شواغل بعض المواطنين إن في وضعيات اجتماعية تروق للجميع ولا وضعيات أخرى نحبذ أن نخرج منها ونتجاوزها بالحكمة والتدبر والتعقل وبالعودة إلى المرجعية الصحيحة والسليمة لقيمنا النبيلة والسمحة في ديننا الحنيف. مشاهدين الأعزاء، تجاوبا مع قضية كانت طرحت في زدني علما في الأسبوع الماضي من الحلقة الماضية وتفاعلا كذلك مع بعض المقترحات الواردة علينا، زدني علما اليوم يخوض في بعض القضايا في بعض الشواغل في بعض الظواهر اللي تعتبر غريبة على مجتمعنا وتعتبر غريبة على قيمنا وعلى ديننا وتعتبر غريبة كذلك على أصولنا، ومع ذلك هي موجودة. ومن بين هذه القضايا المرفوضة تماما والمنبوذة تماما والمتروكة في ديننا الحنيف هي قضية الاغتصاب. ما حقيقة الاغتصاب؟ كيف ينظر مشاهدين الأعزاء إلى الفتاة المغتصبة؟ كيف ينظر الدين الإسلامي إلى هذه الفتاة؟ هل لها الحق في الحياة الزوجية؟ هل لها الحق في أن تندمج اندماجا سليما اجتماعيا في الحياة وفي المجتمع؟ وكيف يمكن لنا أن نحد من ظاهرة خطيرة قد تنتشر، لأنها إن انتشرت فهناك الطامة الكبرى وهي الاغتصاب. كيف يمكن أن نقلص من هذه الظاهرة الاجتماعية اللي لا شك أنها تشكل عنف فردي وعنف جماعي؟ وتنزد نفصل القول مع الأستاذين الجليلين اللي أنسونا اليوم في الاستوديو، الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي نوري، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام.
نسأل الله أن تكون هذه الحصة كالعادة فيها من التواصل ما يفيد ويقدم بعض الجديد إن شاء الله، ونسأل الله نستمد منه العون والتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يشرفنا بالحضور في الأستوديو الأستاذ محمد المدنيني، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون وقع وأثر هذا الموضوع طيب في واقع حياتنا لنغير ما يمكن تغييره. زدني علما يخوض هذه القضايا التساقا بما يصل المجتمع من ظواهر اجتماعية قد تبدو غريبة للبعض ولكنها موجودة مع ذلك أستاذ محمد في المجتمع، لابد أن نتطرق إليها ونكون على قرب منها. نعم، نتطرق إليها وإن كانت جديدة وإلا ما احناش كما تعهدين عليها وعارفينها وما نطرقولهاش في جلساتنا وفي حواراتنا. ارتأينا من خلال الوضعية التي عشناها مع أحد المشاهدين في القيروان أن نتطرق إلى هذا الموضوع رغم خطورته ورغم ما فيه من أشياء تبدو غريبة بالنسبة لبعض المشاهدين. نعم، احنا مشاهدينا الاعزاء نحاول نكون معكم بصوت عال من اجل الحد من هذه الظواهر الغريبه. هي تبقى ظواهر شاذه ولكن هذه الظواهر موجوده، ومع ذلك نحاول ان نستمع اليكم الى اصواتكم عبر التليفون 64 621 607، وسنستمع كذلك الى المختصين في علم الاجتماع، في علم النفس، في القانون، لكي نستند الى حجج اللي تخلينا نتعامل مع هذه القضايا بحكمة وتدبر وتعقل. احنا مش ننطلق معكم مش ننطلق مع ظواهر قد يبدو البعض منها مسكوت عنه. ساعات الإنسان يتعرض إلى بعض الظواهر، البعض يسكت ويخبي والبعض الآخر يقول لك كذا، ربما لابد أن يكون ظاهر في العلن حتى يستفيد الإنسان، حتى يستفيد المرء، وحتى يتعلم من الدنيا ويتعلم من أخطائه ومن أخطاء غيره. احنا سنستفيد إن شاء الله من خلال هذه الظواهر مع ألم، لأنه يحصل في المجتمع مثل هذه الظواهر المرفوضة. احنا معكم وأنتم كذلك معنا من خلال التواصل المباشر، ويريد اللي عمره أقل من 12 سنة ما يتفرج في بعض هذه الصور اللي مش نعديوها الآن لأنها قد تبدو مؤثرة، لذلك يرجى أن العينات اللي مش نشاهدوها تكون بعيدة عن الأطفال. فمرحبا بكم وبمشاركاتكم وبحضوركم معنا في الاتصال المباشر بالتليفون وإلا بالفيسبوك وإلا بالبريد الإلكتروني. مش ننطلق مع حالة أولى ثم مع حالة ثانية، أما خلينا نشاهدوا الحالة الأولى ثم لنا عودة مع التعليق. البنية هذه هي صغيرة، تعرضت إلى حالة اغتصاب من طرف والدها، هذا موقفها هي شادة فيه، هي مصرة، وبشهادة جيران سمعنا برشا، معناتها جيران وأصدقاء وأختها وعائلتها. تقريبا 9 سنوات وقتها، هي توا عمرها 16 سنة، وكانت معناتها ما تفشيش بالسر هذا على خاطر ما هيش فاهمة بالضبط، خاطر البوكي كان يتقرب منها على الأول على أساس بنته يلطفها، بشوية بشوية ولت حاجات أخرى. بنية تعودت على الحاجات هذه حسب قولها، وقعدت ديما خايفة وما هيش عارفة الشيء هيك إسك، هل هو معناتها شيء كحليل وإلا حرام. إلا يا معناتها حتى معناتها البنية شوية بشوية دركت معناتها ولت تعرف اللي الحاجة هيك ما هيش شرعية وحرام ما تصيرش. كهو عمرها 14 عام أخبرت والدتها، والدتها ما قبلتش الحاجة هذه، معناتها ما سبقتش بنتها، وحاولنا احنا نعاونوها، وهي بطبيعتها مقدمة قضية في العدالة بوالدها. والدها مريض مرض نفساني، احنا تأكدنا السيد هذا مريض مرض نفساني ماهوش عادي. حتى البنية الأخرى زاد اعتدى عليها، بنية الأخرى متزوجة ومعنتها وراجلها معنتها عارف اللي العائلة هيكية الله غالب، بينما البنية هذية توا العزباء تسخف ضايعة، واللي معنتها ضيعها أكثر أنها معنتها شكيت هي في العدالة، ومعنتها شاعت الحكاية داولت في الأوساط وين تسكن هي وحتى خارج الريف متاعها، وليت منعوتها بالصبع بلغة أخرى، حتى كي تقف في محطة متاع حافلة ولا الكراهب تغزر لها
فهمت؟ وزيد تبارك الله عليها هي ايه جميل، ايه من الجمال البنيه انت. والناس ما ترحمش، ما ترحمش الحاجات هذه، ما فيش ما ترحمش. هذه عينة أولى مشاهدينا الأعزاء، عينة من الحالات اللي ربما نلقاوها في المجتمع واللي كانت ضحية للأسف، ضحية ربما سلوك لأقرب الناس ليك. فتاة عمرها 14 سنة ويمارس عليها الاغتصاب من قبل أقرب الناس لها، هذا ألم فوق منه ألم آخر. ساعات الكلمات ما تلقاهاش باش تعلق على مثل هذه الظواهر. احنا موضوعنا سيتصل بهذه الظواهر الاجتماعية المرفوضة وهو الاغتصاب، وأكيد اللي احنا نحاول نفهم معكم بعض الأسباب ولا شنية الدوافع اللي تخلي الإنسان يوصل أنه يمارس مثل هذا السلوك الشاذ، مثل هذا السلوك المرفوض تماما. هذه عينة أولى، وحبينا زيدا نعمق النظر أكثر مع عينات أخرى مش نستمعوا فيها الآن إلى شهادة أخرى من ضحايا المجتمع ومن ضحايا هذا السلوك الوحشي الاغتصاب. هذه عينة ثانية نشاهدوها ثم نعلق من جديد في الاستوديو. أنا عمري 13 سنة، تعرفت على شاب أكبر مني 13 سنة، حبيته، صار هو كل شيء، معناها ولا هو كل حاجة، أي حاجة يعني كل حاجة في حياتي، معناها هو معناها ديما أنا وياه مع بعضنا، تعلقت به برشا، حبيته، نحكيه أنا وياه، نحكيه على بالسمس، بعد بالتليفون، بعد كل شيء تطور معناها، وليت نمشي مع دارهم، قعدت أنا وياه. أول مرة أنا وقتها بعد ما صحبته مثال 3 شهور هنا عادي، هو كان يقعد في البلارس عادي باش ناخذك، انتي مرتي، انتي كل شيء في حياتي، متخفش، حتى حد ما نجم بعدنا على بعضنا وحنا مكتوبين لبعضنا. هزني دارهم أول مرة على أساس أنه مش عارفني بدارهم، مش عارفني بأخواته، مش يجوا يخطبوني. مي مالوريزمون وقتها ما كانش فما حد في الدار، قال لي اقعد طب يجوا دارنا. من بعد بشوية بشوية ولا تقرب مني، من بعد هو قال لي متخافش مني، معناها عادي، وين باش ناخذك متخافش، معناها اسلوب. انا وقتها مازلت ما نعرفش معناها هيك، يعني الحوايج معناها هذ كان هما اللي الحق ما نعرفش، معناها انا جست معناها نعرف اذا انا ديجا معناها الحالات هيك هما عمري لا سمعت بهم ولا حكي لي عليهم حد، جست صاروا معايا بعد ما نقدم معاه. زدت تعلقت بيه اكثر، معناها زدت تعلقت بيه اكثر، معناها وليت نعرفش كيفيه، معرفش معناها وليت انا نحب نمشي لدارهم. ومن بعد تبدل هو، هو اللي يجبد في روحه، ما عادش يحب يراني، ديما يبخس فيا. بعد جبد روحه كومبليتمون، بعد بدل معناها بدل نمره وبدل وحاول من البلاد، معناها ما عادش نعرف عليه حتى شيء. قعدنا مع بعضنا بريسك 5 شهور، من بعد شوية بشوية وليت انا نفهم، وليت بديت نندم، خليت كل شيء في قلبي، حبيت نحكي لحد حد. وخليني نخسر قرايتي، خليني في حالة نفسية تعبت برشا، عائلتي ما في بالو حتى حد باللي صار هذا كل، حتى حد ما حكيت لحتى حد، نفسية واجتماعية وكل شيء، معناها الحالة متاعي خلتني ديما عش نعرفش شنو نعمل، معناها نعرفش كيفاش نتصرف، كرهت الرجال، ما عادش نحب نحكي مع حتى حد.
هذه الوضعية الثانية مشاهدينا الأعزاء في حلقتنا من زدني علما. لابد أن الإنسان يستمع إلى مثل هذه الشهادات في بعض الأحيان حتى يستفيد من أخطاء، من هفوات تقع للناس، الناس اللي ساعات يقوموا بسلوك معين ولكن عن وعي في بعض الأحيان وعن غير وعي في بعض الأحيان الأخرى، وربما ما ينعكس سلبا على الفرد والمجموعة بعد هذا السلوك العنيف وهذا السلوك الأليم وهو اللي ربما الأخطر. كيف نستطيع أن نتجاوزه؟ ولكن خلينا من المنطلق بعد ما سمعنا إلى شهادتين من عينتين من ضحيتين، وقصدنا طبعا كما لاحظت أن تكون الصورة غير واضحة والصوت أيضا فيه تغيير، احتراما للشهادتين واحتراما للعنصرين الموجودين في الروبورتاج. لابد أن نتحدث عن الإسلام كيف تعامل مع الجنس أولا. أستاذ أحمد، هذه مواضيع الإسلام لم يتجاوزها تجاوز عدم الاهتمام بها وإنما عمق النظر فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. موضوع الجنس في الإسلام، الإسلام أولى هذا الأمر عناية ورعاية وسن له قوانين وقائية وقوانين علاجية وأحاطه بكثير من المتابعة. الجنس هي غريزة من أقوى وأعتى الغرائز التي أودعها الله في الإنسان. لماذا؟ لأنها هي الذريعة وهي المطية لتواصل النوع البشري، لأنه عن طريق الاتصال الجنسي بين زوجين يأتي الأبناء ويعمر الكون بهذه الطريقة. نعم. فكان لابد من أن تكون هذه الغريزة فيها دافعية وفيها قوة وفيها تأثير على الإنسان. الإسلام إذن لم يهملها وإنما أعطاها حظها وتحدث عن وسائل الوقاية من الوقوع في المحرم وأطر الغريزة الجنسية تأطيرا جيدا وتأطيرا إنسانيا، فلم يقمعها، اعترف بها ولم يقمعها ولم يحرمها، بل بالعكس نراه شجع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والله تعالى يحث أو يبين قيمة الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن نشوف الإسلام نظرة إلى المسألة نظرة واقعية. نعم. إنسانية. نعم. لكن حتى لا تحيد عن المسار القويم وحتى لا ينزلق الإنسان في الرذيلة، رشدها. أحاطها الإسلام. نعم. بكثير من التنظيمات والأحكام والترتيبات التي سنتحدث فيها إن شاء الله تباعا. نعم. خلال الحصة لنفهم كيف ينبغي في وسائل التربية، في تعامل الأولياء مع الأبناء، في تعامل الجنس الذكري مع الجنس الأنثوي، ما هي الحدود، ما هي الواجبات، ما هي الأشياء التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء. الإسلام لم يمنع الثقافة الجنسية، بل اللي يدرس الفقه الإسلامي أكيد سيتسلح بثقافة جنسية واسعة، وانطلاقا من معرفة علامات البلوغ ومعناها ما يستوجب الاغتسال وما إلى ذلك، فتتوضح كثير من الأمور. فالذي يتربى تربية إسلامية أصيلة يكون محصنا. أقول تربية إسلامية أصيلة لأنه البعض يظن أنه من الإسلام أن نحرم الخوض في هذا الموضوع، موضوع. نعم. الجنس، وأن. نعم. نخبئ وأن محرم حرام ما تتكلمش إلى آخر. لا، بالعكس، لابد أن الموضوع هذا يطرح بحكمة. فعلا. يطرح بعلم، يطرح بأسلوب تربوي حتى نحصن الأبناء ونحصن أنفسنا.
من الوقوع في الرذائل فعلا. وقال الله وعصمنا وإياكم والمشاهدين آمين. من الرذائل ومن ومن كل الموبقات. نعم، وهذا هو ربما الهدف اليوم من تقديم هذا الموضوع، موضوع الاغتصاب على جرأته. وربما البعض يعتبره من المواضيع المسكوت عنه، ولكن هذا المسكوت لابد أن يكون علنا أستاذ محمد حتى نستفيد من الأخطاء التي تقع في المجتمع. وكما كان يتحدث منذ قليل الأستاذ أحمد، ساعات الناس تقول لك خبي أستر وهذه مش باهي ما يجبش نقولوها، وهذا ليس من التعقل وليس من الحكمة. نعم، ويروى أن أحد الصحابة كان يقول كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر حتى لا أقع فيه. يعني الحديث عن الأمراض الاجتماعية وعن الأمراض الجنسية وعن المشاكل التي يمكن أن تطرأ داخل المجتمع هو حديث لابد منه من باب الوقاية إذا لم يقع، ومن باب العلاج إذا وقع. والحديث عن الاغتصاب هو في هذا الإطار، في إطار الوقاية للذين لم يحدث لهم مكروه. وإحنا نتمنى ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ بناتنا، ومن باب العلاج للحالات كالحالات التي تعرضنا كالحالتين اللتين تعرضنا إليهما منذ قليل ووقع فيهما من خلالهما الحديث عن الاغتصاب. ما حقيقة الاغتصاب أستاذ محمد، وما أثار هذا السلوك العنيف على الضحية خاصة؟ والاغتصاب في اللغة معناه أخذ الشيء ظلما، وفي الاصطلاح الاغتصاب هو إقامة علاقة جنسية بتأثير العنف أو التهديد به، إما تحت تأثير العنف المباشر أو بتهديد أو بالتهديد بممارسة العنف ضد الضحية أو الشخص المغتصب. نعم. وقد لا يكون الاغتصاب من أجل إحداث متعة جنسية، قد يكون لعوامل أخرى، من ضمن هذه العوامل الانتقام، ينتقم من الضحية أو ينتقم من أحد أفراد هذه الضحية. نعم. وقد يكون كذلك من باب ممارسة ظلم عليه، هيك الظلم اللي يتمارس ضده يريد أن يصرفه في ضحايا من باب ممارسة الاغتصاب. وسنرى ذلك من خلال أمثلة في الغرب اللي فيه العلاقات الجنسية مباحة، ورغم وجودها فإنه لا يمنع ذلك من كثرة عدد المغتصبين والمغتصبات في أمريكا وفي فرنسا وفي أسبانيا وفي إيطاليا. يعني هي ظاهرة اجتماعية العديد من العوامل تجعلها متكاثرة وتتفاقم في المجتمع، سنتحدث عنها بإذن الله تعالى بعد قليل. نعم، سنتحدث فيها معكم أيضا مشاهدين الأعزاء من خلال اتصالاتكم المباشرة اللي توصلنا إلى زدني علما عن طريق التليفون 74 621 607، وخاصة كيف نقي أنفسنا، كيف نقي أبناءنا من هذا السلوك الهمجي والوحشي. أول مكالمة معنا اليوم في زدني علما مع نزيها من صفاقس. مرحبا بك يا نزيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ضيفين اللي معاك ويعطيكم الصحة على البرنامج. يعيشك يا نزيها، مرحبا بك. الله يبارك فيك نزيها. أنت مع أنه لابد أن نسلط الضوء على مثل هذه القضايا الموجودة في المجتمع، ولازمنا نخبيه ونسكتوا عنها وما نظهروهاش؟ أكيد أكيد، يزمنا نحكيه فيها، ويزم الوالدين يحكيه مع صغيراتهم ويتحاوروا معهم ويفسروا لهم ووريوهم خطورة الظاهرة هذه اللي فريمون فشيت في المجتمع متاعنا. نعم. فهمت، والنتيجة متاعها الوخيمة اللي تؤدي لتدمير العائلات. أنا توا حبيت نأكد على الأسباب اللي تدفع بعض الشباب للظاهرة هذه. نعم. شنو هي الأسباب؟ ماذا بينا الشيوخ هذوما الاثنين يحكيوا لنا على الأسباب. الأسباب اللي تدفع بالشباب حسب رأيك أنت يا نزيها، حسب رأيك أنت قبل ما نخوضه مع الأستاذين ومع أساتذة مختصين في علوم الاجتماع والنفس، حسب رأيك شنو الأسباب اللي تخلي الإنسان يمارس مثل هذا السلوك، وإلا ساعات يلقى فما سلوك جنسي غير قويم لدى بعض الشباب، حسب رأيك أنت؟ أنا حسب رأيي فما عدم التشبع بالقيم الإسلامية، هذا وحدة. اثنين، قلة الوعي بالظاهرة هذه والنتائج الوخيمة اللي تنجر عنها. فما زيد الخلطة، الصغار تويكا نشوفوا تلامذة يخلطوا نيمبورت كي معناها، وتلقاهم هما أبرياء وكل
يخرجوا من المدرسة الإعدادية ولا من المعاهد الثانوية يلقاوا شباب منعشين يتسكع في الطريق والكل ويغروا بهم ويمشيوا معاهم المرة الأولى ومرة الثانية ونشوفوا فيهم احنا قدام انا بيبي بصفتي مربية معناها نشوف في التلامذة نتاع سيت ايام ويت ايام ونوف ايام اني مساكن مغرور بهم. انا ماذا بيا زيدا نوصي الأولياء يشوفوا صغيراتهم مش يبعثوهم يقراوا كهوا، يشوفوهم ويتبعوهم ويراوهم شكون هما اللي قاعدين يخلطوا فيهم ومع شكون يمشيوا ومع شكون يجيوا. وزيد حتى دور الأساتذة خاصة أستاذ مثلا تربية إسلامية يحكي مع تلامذته هكا يعمل علاقة به مع تلامذته ويوصيهم والكل، ويربي تستر إن شاء الله، إن شاء الله يحفظن صغيراتنا إن شاء الله. شكرا لك نزيهة. أستاذ أحمد، كيف يتعامل المجتمع حسب رأيك مع الفتاة المغتصبة؟ طبعا المجتمع إذا ما يكونش فما وعي كافي وحصانة دينية إيمانية نعم فإنه ينبذ هؤلاء الضحايا اللي يتسلط عليهم الجريمة هذه. ضحايا هما نعم. ضحايا في الحقيقة. وديننا الإسلامي الحنيف واضح في تعاليمه في هذه المسائل، رفع عن يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن أكره على شيء لا يؤاخذه الإسلام على ذلك الشيء ولا يعتبر آثما وهو ضحية، لا جناح عليه في ذلك، لا جناح عليه مؤكد لأنه لم يفعل ذلك بإرادته وإنما كان مفعولا به كان مفعولا به تحت ضغط الإكراه أو ضغط العوامل اللي ذكر بعضها الأستاذ محمد. فلا ذنب لمن سلط عليه مثل هذا الإجرام ومثل هذا السلوك المشين، ولابد أن نضمن لمن وقع عليه مثل هذا حقه في الحياة وحقه في ممارسة حياته بطريقة عادية، لأنه احنا كمؤمنين نعتبروه من باب الابتلاء، نعتبروه كما إنسان سلطت عليه سرقة، كما إنسان تعرض لاعتداء بالعنف الشديد البدني وضرب وربما كسرت بعض أعضائه، فهذا شيء من هذا النوع، يعني هو إنسان ضحية اعتداء. الاعتداء هذا جاء في المسألة الجنسية يبقى في المجتمعات اللي وعيها ضعيف وإيمانها ضعيف، تعتبر أن المسألة هذه وكأنها كأن الحياة تتوقف هنا. نعم. نقول لا هذا حادث قدر الله وما شاء فعل، سيحاسب المسؤول عنه بذنبه عند الله، ولا بد أن يحاسبه القانون وأولو الأمر، لا بد أن يحاسبوه على جريمته. ولكن الضحية ما ذنبها؟ لا بد أن يكون لها حظها في الحياة، بل بالعكس، فهذا من الإسلام يوصينا بأن نكون إلى جانب المظلوم، بأن نكون إلى جانب المعتدى عليه، برفع معنوياته، بجبر خاطره. هذا هو مجتمع المؤمنين. نعم. أما مش هو تسلط عليه اعتداء نزيد وإحنا نكمله على مرمته ونقول له أنت معناه ما تصلحش وقعد الغادي التكة وما عندك حق لا في زواج ولا فيك، هذا ظلم على ظلمي ولي. نعم. أستاذ أحمد، اللي كان يقول فيه أستاذ أحمد الآن معناه على صلة كبيرة بواقع هذه الضحية، كيف نظر الإسلام، ما موقف الإسلام من الفتاة المغتصبة، وخاصة هل لها الحق في الحياة الزوجية بعد ذلك في الإسلام هذه الفتاة المغتصبة؟ نعم، وقبل أن نتحدث عن المغتصب عن الفتاة المغتصبة نتحدث عن الغاصبي أو الذي قام نعم. المغتصب عفوا نعم. عن المغتصب، لأن العملية هذه تنكرها جميع الشرائع نعم. ترفضها جميع الشرائع السماوية ومعلوم نعم، لأنها متصلة بالفطرة، والفطرة هذه يرفض الإسلام أن تدنس. وقت اللي نرجع لديننا نرى أنه حرم الزنا، والزنا هي المواقعة التي تكون برضا. إذن يختلف عن الزنا، الاغتصاب يختلف عن الزنا. نعم، الزنا هو حرام ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام معروف،
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما. معنى الزنا هو محرم، أما الاختصاب فهو أشد حرمة من الزنا، يعني أن عقوبته ينبغي أن تكون أكبر من عقوبة الزنا. هذا بالنسبة للمغتصب، لأن الإسلام عندما يشرع للكل. وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية قضية العرض لها مكانة كبيرة، هي عندها مكانة منذ قديم الزمان حتى في الفترات الجاهلية. نعم. من شدة حرص الناس على العرض كانوا يئدون البنت وهي صغيرة، وإذا الموؤودة سئلت، لأنهم يعتقدون أن البنت مجلبة للعار. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن المغتصبة هذه لا ذنب عليها ولا ضير عليها، كما قال سي أحمد، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهي مكرهة على هذا الفعل. وروي عند الترمذي أن امرأة وقع اغتصابها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد وأقامه على الذي ارتكب الفعلة الشنيعة. يعني موجودة حتى في تاريخنا الإسلامي، لكن الظاهرة كانت متقلصة. علاش؟ لقوة الوازع الديني، وكذلك لمعرفة الناس بمبادئ الإسلام وبتشنيعه للجريمة التي يقوم بها الإنسان كالاغتصاب هذا. نعم. عندهاش أثر على مستوى الضحية، خاصة في الزواج متاعها. يلزمنا نحدد السياق حتى نتمكن من أن نضع الكلام في موضعه. الحالة اللي تكون فيها الطفلة وقع اغتصابها، هذه إذا كانت قبل الطفلة أو الشابة نعم. نعم. هو بالضبط هي المرأة عادة حتى في المعادلات أقل، يعني الناس اللي الاغتصاب عملية الاغتصاب عادة ما تكون ما بين 10 سنوات و 17 سنة، وقد يقل قد يكون الأمر دون ذلك. هذا في نظر القانون. احنا حتى الشهادة الثانية اللي شفناها منذ قليل سي محمد هي قالت عمرها 16 سنة. نعم. لكن في نظر القانون حتى وإن كان الأمر برضاها فيعد ذلك في باب الاغتصاب. نعم. أنت والسن السن. نعم. القانوني. أما هنا نتحدث إذا كان وقع الاغتصاب مثلا وهي صغيرة. نعم. راه الأثر النفسي كبير وعميق جدا. علاش؟ لأن هاك اللي وقع عليها اللي وقع اغتصابها هاك مش تولي تحس بحرج نفسي، تعتقد على أن نفسها مذنبة، تعتقد على أنها مش تجلب العار لعائلتها، تعتقد على أنها يمكن أنها قد أخطأت، الخطأ متاعها هذا أدى إلى مثل هذا العمل. نعم. من الأشياء الأخرى أن تولي تكره الجنس الآخر، وتكره الجنس الآخر يعني الذي مارس ضدها الجنس. نعم. وهذا اللي والذكر. شفناه حتى في الشهادة الثانية. بالضبط. نعم. الذكر، وتكره أكثر من الممارسة الجنسية. إيش تولي تتهرب من الزواج. وتو كيف ما تو يعلمون الأخصائيين النفسيين والمختصين في علم الاجتماع على أن الحالات هذه قد تؤدي إلى الانتحار. وإذا كان وقع الزواج فيما بعد، عادة ما تكون الحياة بالنسبة لها إذا كان ما تجاوزتش ومعينتها والعائلة متاعها ما عاونتهاش والمجتمع ما عاونهاش، راهي الحياة متاعها الزوجية ستكون حياة مكدرة وفيها الكثير من المتاعب. نعم. وقد تصل إلى ما لا يحمد عقبه. نعم. احنا مشاهدينا التواصل معكم موجود سواء كان بالفيسبوك ولا بالبريد الإلكتروني، وقاعد نتلقاه في بعض المقترحات والأسئلة، وكذلك بعض الأسئلة اللي ترد علينا في التليفون 74 621 607. تخليكم مباشرة معنا. كيف نقي أنفسنا أبناءنا شبابنا من هذا السلوك المرفوض، الاغتصاب أو السلوك الجنسي الشاذ؟ مشاهدينا لابد أن نستمع إلى رأي المختص سواء كان في علم الاجتماع أو في علم النفس من هذه الظواهر المرفوضة ومن قضايا الاغتصاب تحديدا في هذا الروبورتاج. ما هي أسباب ظاهرة الاغتصاب وما هي أثرها النفسية والاجتماعية؟ الشعور بالكبت الجنسي عند الشباب
هو سبب من الأسباب هذه، ولأن الرغبة كي تبدأ موجودة تتفاقم وقت تبدأ فما إحساس بالكبت هذايا، حب الاطلاع عند الجذا موجود، كيف كيف فما الإثارة الجنسية المقصودة أو غير مقصودة، لأنه تجم خاصة الناحية هذه موجودة عند بعض الأجنبيات اللي هما معاييرهم الاجتماعية مختلفة على معاييرنا، وبالتالي يمكن يتوخوا سلوك اللي هما بالنسبة ليهم عادي، لكن بالنسبة لشبابنا يحسوا كأنه نوع من الإثارة الجنسية. لكن كمان في الحالات هذه الكل فما معناها نقطة معناها كبيرة، وهو عدم استيعاب القواعد والمعايير الاجتماعية عند شباب هذي. به منكروش انه فما ايضا واد وباب كبير هو اغتصاب الاطفال، هذي يرى انه معناها موضوع معناها في برشا خصوصيات، وبالتالي انه موضوع نشوف انه ترقوله وحده معناها هو موضوع خاص. بالنسبة للأثار النفسية عند الضحية هو الإحساس بالإهانة، الإحساس بالقلق بالهلع بالخوف، الرعب الشديد، نوع من الفوبيا لفوبي اللي هي تخليها ما تجمش تخرج للشارع، أيضا أنه تجم توصل بها الحالة إلى اكتئاب نفسي، وساعات حتى وصلها للانتحار في بعض الأحيان. احنا بكل صراحة نشوفه في عياداتنا اليومية، نشوفه حالات متاع معناها انه الضحية تأتي الى عيادة نفسية باش معناها باش وتطلب مساعدة نفسية من طرف المختص النفسي بصفة عامة، وكل صراحة هذه يخفف لها برشا من الوطء متاع ودرجة القلق والرعب والأحباط اللي هي تحس به. الأسباب نتاعها أسباب عديدة، نجمو نقولوا أنه تبدأ انطلاقا من العائلة إلى ربما المدرسة إلى الشارع والثقافة المجتمع بشكل عام. وقتنا نتحدث على العائلة اليوم، يعني سواء من جانب الضحية ضحية الاغتصاب أو من جانب يعني مرتكب الاغتصاب، يعني ثم مسألة هامة جدا تهم التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة. اليوم التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة موضوع الجنس هو موضوع يبدو لي وكأنه محرم داخل الأسرة التونسية والأسرة العربية والإسلامية بشكل عام، فجعل هذا الموضوع محرم و يعني طمس ربما العديد من المسائل المتعلقة بالجنس، يعني في الأحاديث داخل الأسرة بين الأب والأم يعني الآباء وبين الأبناء، هذا يجعل أنه العالم هذا يصبح كأنه عالم غريب، وبطبيعة الحال ربما معناها يخلي الأطفال إما من جانب عرضة لعمليات اغتصاب لأنهم يجهلوا العالم هذا، أو يعني نجم يكونوا هما أصلا مرتكبين لجريمة الاغتصاب يعني كأطفال ثم بعد ذلك ككبار، لأنهم زادا تعرفوا المجهول عادة يكون موضوع متاع اكتشاف، يعني فيحاولوا أنهم يكتشفوا العالم هذايا بكل تفاصيله. بطبيعة الحال هذا غير كافي يعني في مستوى التحليل، لأنه عندما ننظر إلى الإحصائيات المتوفرة بشكل معناها جزئي نوعا ما، نلاحظ أنه ثم عملية اغتصاب يتم ارتكابها داخل الأسر، اغتصاب بعض الأباء لأبنائهم أو حتى بعض الأمهات لأبنائهم أيضا، اغتصاب ينجم يتم في المدرسة سواء من قبل يعني بعض المشرفين على الأطفال هذوما من كل يعني المسؤوليات، أو أيضا حتى بين الأطفال فيما بينهم، اغتصاب ينجم يتم في الشارع، اغتصاب ينجم يتم في مقار العمل، يعني ثم العديد من معناها المواقع اللي معناها يتعرض فيهم الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى.
استندنا إلى رأي المختص في علم الاجتماع وفي علم النفس، ولابد أن نستند إلى المختصين حتى نحاول مع بعضنا جميعا أن نشخص الظاهرة، والأهم من ذلك هو أن نتعامل مع الظاهرة بإيجابية. ما هو سلبي، ما هو مسكوت عنه، ما هو مرفوض، لابد أن تتوفر فيه وسائل وقائية قبل أن نقع في المحظور. فكيف نظر الإسلام إلى هذه الوسائل الوقائية وكيف تعامل معها لكي لا نقع في هذا المحظور يا أستاذ أحمد؟ نعم، الإسلام أحاط هذا الموضوع بكثير من وسائل الصون والصيانة والوقاية حتى لا يقع المحظور. كما قلنا، الإسلام وضع الجنس في إطاره فلم يحرمه، ونظم المسألة هذه بطريقة الزواج، نعم، بالطريقة الشرعية، حفاظا على النوع البشري ليتكاثر الناس، وحرم العلاقات غير الشرعية، حرمها بأية صيغة. قال حرم عليكم الزنا، لم يقل الإسلام حرم عليكم الزنا. الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا. ما معنى ذلك؟ ولا تقربوا الزنا يعني الاقتراب منه محرم ومنهي عنه فضلا عن ارتكابه. شفت كيفاش؟ إيش معنى لا تقربوا الزنا؟ كي نشوفوا نصوص أخرى نلقاو تنظيمات تخلينا لا نقرب، لأن الغريزة الجنسية إذا ما استثيرت في الإنسان فإن العقل يغيب والإيمان يغيب. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان يمشي على الروح والعقل يغيب ويرتكب الإنسان المحظور. ولذلك الإسلام أعطانا طرق الوقاية. من بين طرق الوقاية هذه نجد آيات كثيرة أغلبها في سورة النور، منها قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ويمضي القرآن الكريم في تعداد الأشخاص اللي يلزم المرأة تستر نفسها وتصون نفسها أمامهم حتى لا تستثار هذه الغريزة الجنسية. نعم. وبالتالي شوف كيفاش المسائل طوقها من 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 نواحي. ثم في تربية الأطفال نجد إجراءات يرشدنا إليها الإسلام حتى يشب هؤلاء الأطفال على العفة، حتى لا نثير فيهم عندما يقتربون من البلوغ في سن 10 سنوات وفرقوا بينهم في المضاجع، تخليش الذكر والأنثى يرقدوا بحذا بعضهم حتى لو كان إخوة. احنا شفنا حالة مؤلمة جدا جدا، اغتصاب أب لابنته، وقد يقع اغتصاب أخ لأخته مع الأسف. وهذا نتيجة ماذا؟ لأنه فما أسباب تتعلق بالشخص، يكون هو منحرف نفسيته، نعم، مريضة، وهي حالات شاذة، يكون اللي هي حالات شاذة وهذا شذوذ وهذا، نعم، أكيد مرض. إنسان مريض ماهوش سوي اللي يعمل الأعمال هذه، لكنه يتحمل مسؤوليته لأنه فما ساعات يلقى روحه هو مندفع وما يمسكش نفسه. الإسلام أعطانا وسائل الوقاية، غض البصر، التربية على العفة، الصغيرات كيفاش نعلموهم ستر العورة، ستر العورة من غير تضخيم المسألة إلى الحد اللي يعتبر الإنسان أنه قضية الجنس هذه والعو كذا من الأشياء المهولة والخطيرة. لا لا لا، بكل بساطة نأخذها أنه حدود اللباس، حدود الرؤية. علمنا الإسلام الاستئذان، كيف يستأذن الأطفال والأبناء على والديهم في أوقات الظهيرة وفي الليل في وقت النوم والأشياء هذه. أمر الإسلام بالستر عند الاستحمام، أمر بالستر عند ممارسة الزوج حقه الجنسي مع زوجته بالستر الكامل. هذا معناها كله حتى مع زوجته، حتى مع زوجته ما في شك، ما في شك، لابد من أن يكون محاطا بستر، لأنه قضية هذه العين، والعين كما جاء في الحديث الشريف تزنى وزناها النظر
والأذن تزنى وزناها السمع، واليد تزنى وزناها البطش، والرجل تزنى وزناها الذهاب إلى مكان الزنا، يحقق ذلك الفرج أو يكذبه كما جاء في الحديث الشريف. يعني فما وسائل تقرب الإنسان من هذه الفاحشة؟ فإذا كان احنا اخذينا الوقاية واخذينا منها مسافة سوف لن نصل إلى تلكم الفاحشة. نعم. وهكش معنى، نرجع للآية اللي انطلقت منها، هكش معنى ولا تقربوا الزنا. ما قالش ربي حرم عليكم الزنا. في الربا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. في أكل الميتة قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ذكرها بنص التحريم. في الزنا وفي الخمر قال إن ما تقربوش ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الخمر قال إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، حتى الاقتراب منه لا. وكذلك هنا في الزنا لا تقربوا الزنا، ما تقربلوش، لأن اللمس قد يؤدي إلى الزنا، والنظر قد يؤدي إلى الزنا، وقد يؤدي إلى الفاحشة. وهي قضايا الاغتصاب شنو الأسباب؟ ما هي أسباب انحلال أخلاقي في أوساط معناها تربوية، ربما في يرى الإنسان مشاهد تثيره، وسائل الإعلام اللي تعرض المواقع الإباحية، قضية أن يكون المجتمع متفلتا من معناها نظم العفة والحياء، ويكونوا النساء متبرجات كاسيات عاريات، فهذا كله من أهم الأسباب اللي تؤدي فإذا كان احنا اقطعنا على الأسباب هذه الطريق، نعم، بحول الله ما حتى كان ما تنتهيش هذه من الدنيا، والخير والشر قائم إلى آخر الدنيا، على الأقل نقلوا منها، وعلى الأقل نكونوا تحملنا مسؤوليتنا في مقاومة الفساد. نعم. والإنسان كما هو مطالب بنشر الخير في الدنيا هو مطالب كذلك بمقاومة الفساد. نعم. وقطع الطريق عليه. نعم. تحدثت أستاذ أحمد عن أسباب عديدة، ولكن الروشة أيضا أنه من بين الأسباب اللي أحيانا تخلي الإنسان يقع في هذا المحظور هو غياب هذا الحوار وغياب هذا التواصل ما بين الآباء والأبناء أستاذ محمد، ويخلي الشيء هذا المسكوت عنه يمارسه في الخفاء ويمارس بشكل ربما بعيد عن أنظار الوالدين، وكأنه ردة فعل عن سلوك خبي 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 في الدار، ما نتحدثش ما نتكلمش، فيكون ردة الفعل خارج الفضاء خارج البيت ويحصل المحظور. هو يحصل المحظور في الغفلة، في الغفلة، ويحصل المحظور بعيد على الناس. قبل ذلك تواصل مع الأستاذ أحمد، ينبغي أن نميز بين الزنا وبين الاغتصاب. الزنا هي الاغتصاب هو زنا، هو زنا، ولكن هو أشد من الزنا، هو أشد من هو زنا، هو زنا ولكن باش بالعنف، هو زنا ولكن بالعنف، يعني دون رضا. نعم. والزنا يقع بالرضا، أما بالنسبة للاغتصاب فهو بالقوة، فهو بالعنف، فهو بالإكراه. وبالتالي قد يكون الرجل متزوجا محصنا له زوجته، ومع ذلك يدفع ابنته الى ارتكاب المحظور فيختصبها، كيف ما رينا الحاله توا في 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 الشاشه. نعم. يعني مع ذلك يقيم علاقه جنسيه، يختصب فلذة كبده، وهذا مريض، يعد مريض، هذا العوامل هي متعدده. نعم. والمرض هذا ينبغي اسبابه، فلعل امرا قد عاشه في صغره ترك اثرا كبيرا فلم يقدر على مواجهته، ولا هو متزوج ومع ذلك يرتكب المحظور مع 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 ابنته. انا مش نرجع للدراسه قامت بها بحث فرنسيه باش نراه على ان ربي سبحانه وتعالى ينطق اناس لا يعرفون عن الاسلام شيئا، يتحدثون باحكام الاسلام ولكنهم ليسوا مسلمين. هذه ماري اوديل فيرجي هي باحثه فرنسيه، عملت كتاب عنوانه الاغتصاب، ودرست فيه 1468 حالة، وعرضت الملامح متاع المغتصب والملامح متاع المغتصبة وأسباب الاغتصاب. فما ماذا قالت؟ ذكرت
على أن المغتصب الملامح متاعو عادة ما يكون إنسانا بالغا واعيا عادة أعزب، وقد يكون متزوجا ولكنه في الأغلب دون أولاد. والحالة اللي ريناها تو يمكن لأن ما نسب الجنس مع البنت في غياب الولد، وعادة ما يكون قد اتهم في جرائم أخرى، وقد يقع الاغتصاب تحت تأثير المخدرات والخمور. وتبعني منيه، عندما وعادة ما يكون قد اتهم في جرائم أخرى، يعني جرائم أخرى ضد الناس. والإسلام عندما يرتكب الواحد جريمة ينبغي أن يقام عليه الحد حتى لا يندفع إلى ارتكاب جرائم أخرى. فهذا الذي اغتصب قبل أن يغتصب كان قد ارتكب جرائم أخرى، ثم تحت تأثير المخدرات والخمور. يعني من العوامل المشجعة على ارتكاب الاغتصاب المخدرات والخمور. فما موقف الإسلام من المخدرات وما موقف الإسلام من الخمور باعتبارها وسائل قد تؤدي إلى المنكر؟ أما ضحية الاغتصاب تقول فهي عادة ما تكون فتاة في مقتبل العمر بين 10 و17، وغالبا ما تكون وحدها في البيت أو الشارع، تكون وحدها في البيت. هك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الذئب ما يمشي إلا للغنم اللي تكون بعيدة على القطيع. وهذا الذي يريد الاغتصاب وقت اللي في البيت، هك علاش إن احنا نحذروا الأمهات، راهو ما هو شبهك تخلي البنية وحدها في البيت وتخرج تقول أنا نخدم والدار مسكرة، يمكن أن يحصل ما يحصل، يمكن كيف كيف لأن تخليها عند جارتها وجارتها عند وليد صغير، يمكن أن يحصل ما يحصل. لك الجانب الوقائي مهم ومهم جدا. وتقع يقول وتقع الجريمة في الأماكن المنعزلة عند أطراف المدن، وتنتهي في الأغلب بقتل المغتصب لضحيته خوفا من افتضاح أمره. يعني الأسباب ثم ما يعود إلى المغتصب وما يعود إلى المغتصب وما يعود إلى الواقع الاجتماعي، ومن جراء ذلك تتكاثر عملية الاغتصاب. مع العلم أن في بلادنا عندنا 1050 حالة في العام، 1050 حالة في العام، 1050 حالة اغتصاب، 1050 حالة اغتصاب في تونس. في أمريكا 64,080 حالة في العام. في فرنسا في كل ساعتين ثم حالة متاع اغتصاب. يا لطيف. يعني بعبارة أخرى الأرقام حتى في مجتمعنا هي أرقام مهولة. إيه منا ثم مشكل سيما. ثم مشكل كبير. مشكل كبير. شنو الأسباب اللي تخلي الإنسان يوصل إلى مثل هذا السلوك المرفوض بمثل هذا العدد الهائل؟ سبحان الله سبحان الله. إحنا الدارسون بعض الدارسين وبعض المختصين عندما يتحدثون عن قضايا الجنس في مجتمعنا العربي الإسلامي يقولون إن قضايا الجنس هي من جراء ماذا؟ من جراء الكبت الذي يعيشه شبابنا. ولكننا نرى في أكثر البلدان تقدما في المستوى المادي ورفاها، وأكثر البلدان إباحية، كل الولايات المتحدة الأمريكية، كإسبانيا، كيف إيطاليا، كيف ألمانيا، كالعديد من الدول، هذه دول الجنس فيها مباح على الطريق ومباح، ومع ذلك أكثر عملية الاغتصاب ترتكب. إيسي محمد، تو التطرف من الجانبين أيضا مرفوض، الكبت مرفوض والانحلال مرفوض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هيك علاش احنا هيك علاش صغيراتنا وقت نقولوا الخلطه بين الصغيرات بالكل ما هيش باهيه لانها تؤدي الى المحظور. هيك علاش اللباس المستور عامل من العوامل الذي يبعدنا عن مثل هذه الاعمال المشينه. وهيك علاش زاد كيف الابتعاد عن الخمور وعن المخدرات اللي انتشرت حتى في معاهدنا ومؤسساتنا من العوامل التي تشجع هذا الشيء. ورينا تو المختص في علم الاجتماع كيفاش يحدثنا على ان عمل الاغتصاب تكون حتى في المؤسسات التربوية، وشهدنا مثل ذلك في السنة الماضية. يعني العملية هي عملية خطيرة وتستدعي تدخل جميع الأطراف في المجتمع. من أجل ماذا؟ من أجل الحد من هذه الظاهرة. نعم، نواصل مع تفاعلكم مشاهدينا الأعزاء في زدني علما مع هذه الحلقة الخاصة بموضوع الاغتصاب. والتليفون التواصل اللي جمعنا معاكم هو 74-621-607. نواصل مع التليفونات ومع أخونا الشادلي من تونس. مرحبا بك سي الشادلي. وبيك يا عيش. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. شنعم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنعم الرحيم. نبدأ فيما يخص الحديث في مثل هذه المسائل، أنا معها
لأنها مفيدة، وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رحم الله نساء المدينة لم يمنعن الحياة أن يتفقهن في الدين، ولكن بكساء الحياة كما رأى في توفي برنامجكم ما شاء الله نخوضوا فيه موضوع، ولكن نخوضوا فيه بكساء الحياة. ربي سبحانه وعد الرجال بحل العين وصحهم، ولكن النساء لم يكن وصف مباشر، ولكن قال لهم فيها ما تشتهي الأنفس، والأنفس جمع النفس الأنثى والذكر، يعني يعدهم بكساء من الحياة وهو أولى بذكرهم. فيما يخص الاغتصاب سبب بتاعه المباشر